شركة أوكسيدنتال للبترول هي شركة عالمية متخصصة في مجال تنقيب وإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. بدأت أوكسيدنتال عمان عملياتها في السلطنة منذ أكثر من 30 عاماً، وتتركز عمليات الشركة في حقل مخيزنة في جنوب عمان وفي حقلي صفا ووادي ليثم في شمال السلطنة. قد زادت أوكسيدنتال إنتاجها من النفط إلى أكثر من 220 ألف برميل من النفط يومياً. Occidental Oman is the largest independent oil producer in the Sultanate. Our growth over the last 30 years has been remarkable, and Oxy takes great pride in our established track record of applying proven, cost-effective technology to deliver strong results. Into the future, our continued success requires a highly developed and motivated Omani workforce. Realizing that people are our most valuable asset, it's a key business priority to develop Omani employees and ensure a positive, healthy work environment, promoting integrity, collaboration, and leadership at all levels of the organization. أحد الأهداف المهمة لشركة أوكسيدنتال عمان والذي يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق الأهداف السنوية وطويلة الأمد للشركة هو رأس المال البشري. وتعمل شركة أوكسيدنتال يدا بيد مع حكومة سلطنة عمان لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وسلامة موظفيها، وكذلك دعم التعليم والتدريب وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة. طبعاً تولي الشركة اهتمام كبير جداً بتطوير الموارد البشرية والموظفين لديها، خصوصاً إذا علمنا أن أكثر من 85% من الموظفين هم من العمانيين. فنتيجة لذلك هناك تركيز كبير لدى الشركة لتطوير جانب القدرات والجانب الوظيفي للموظفين العمانيين. نحن ندرك تماما أن نجاح الشركة يسير جنبا إلى جنب مع تطوير القيادات العمانية. يشكل العمانيون الأغلبية في القيادات العليا بالشركة، وهذا يؤكد التزامنا بتوفير برامج التدريب اللازم. لدينا أمثلة عدة لعمانيين تدرجوا في وظائفهم وحالياً يشغلون مناصب قيادية بالشركة. أوكسيدنتال ملتزمة بتدريب وتأهيل العمانيين لتنمية مهاراتهم لأداء عملهم، وأيضاً تطورهم لأداء مهام أكبر في المستقبل. قطاعات عريضة من التدريب تشمل مراحل مختلفة، تبدأ من التأهيل والتدريب على أبسط الأعمال إلى مستويات هي دراسة الماجستير في خارج السلطنة. الاستثمار في التدريب استثمار ناجح له مردود وعائد كبير جدا لدى الشركة. برنامج شركة أوكسيدنتال لتأهيل الفنيين العمانيين المتميز يعتبر إضافة نوعية للشركة وللملتحقين فيه. التحقت في عام 2006 بشركة أوكسيدنتال عمان كمتدرب في البرنامج المخصص لتأهيل الفنيين العمانيين. البرنامج كان معد لفترة سنة من أجل اكسابنا المهارات التي تمكننا من أداء عملنا بعد إنهاء البرنامج التدريبي في الحقل. وكان للشركة دور مهم في صقل مهاراتي من خلال البرامج التدريبية التي أتيحت لي، وكذلك التوجيه والإشراف المباشر الذي مكنني في التدرج في عدة مناصب، حيث أنني أرأس أحد الأقسام المهمة حاليا في الحقل والذي له دور جوهري في إنتاج النفط في هذا الحقل. وأنا سعيد جدا بتولي هذا المنصب، حيث أنه يكسبني مهارات عديدة قد تؤهلني لتولي مناصب عدة في المستقبل. وقد ركزت شركة أوكسيدنتال من أجل خلق بيئة عمل مناسبة، مما أدى إلى وجود ترابط بين الموظفين ومما ساعد على خلق بيئة عمل إيجابية. جزء من التزام الشركة أيضا بالتأهيل والتدريب هي إرسال العمانيين إلى مراكز الشركة خارج السلطنة، وهذه نافذة جدا مهمة تفتح المجال للموظف لرؤية أعمال تؤدى بطرق مختلفة في مواقع مختلفة، وتعطي الموظف فرصة للتعرف بناس تانين تمكنه أن يتناقش معهم لاحقا في أمور أخرى. وهذا أيضا استثمار ووجهة جيدة بالنسبة للتأهيل والتدريب. كجزء من التدريب والتأهيل في الشركة، تم إرسالي إلى فرع آخر للشركة في خارج السلطنة لمدة عام واحد
اطلعت من خلالها على تجارب وخبرات مختلفة أشعر أنني استفدت من هذه التجربة. بدأت كمتدرب وها أنا الآن أكمل 9 سنوات من العمل في أوكسيدنتال بعد أن حظيت بوظيفة مهندس بترول. بيئة العمل في أوكسيدنتال بيئة إيجابية ومليئة بفرص اكتساب الخبرات مدعومة بكثير من الحوافز التي تقدمها الشركة. أنا سعيد كوني موظف في شركة أوكسيدنتال عمان. بالنسبة لأبناء مناطق الامتياز فالشركة تولي اهتمام كبير بتطوير المواطنين في مناطق الامتياز وذلك عن طريق أخذ عدد كبير منهم كمتدربين. الهدف هو تدريبهم على وظائف حساسة في قطاع النفط والغاز بحيث أنهم يساهمون مساهمة فعالة في عملية إنتاج النفط. تركز الشركة على تطويرهم كفنيين ومشغلي إنتاج ومهندسين وقد استطاعت الشركة أن تقطع شوطا كبيرا في سبيل تحقيق هذا الهدف ويوجد عندنا كفاءات كثيرة في حقل مخيزنا وحقل صفا من أبناء مناطق الامتياز الذين يعملون في وظائف حساسة وهم يديرون العملية لإنتاج النفط في تلك المناطق. قامت أوكسي بمنح فرص تعليمية بعد الثانوية العامة برنامج الدبلوم البكالوريوس في السلطنة بتخصص هندسة حفر أبار ومن ثم منحتني فرصة كبيرة وعظيمة في حياتي اللي هي حصلت على شهادة الماجستير في تخصص هندسة بترول وغاز في المملكة المتحدة في مانشستر ومن ثم منحتني فرصة عمل كمهندس في الشركة مقرون بالتدريب والتطوير في الوظيفة اللي أنا فيها. الشيء الشيق والممتع بالعمل في أوكسي إنك تعمل مع جنسيات مختلفة في العالم لديها خبرة ومهارة التي تعكس لك الاستفادة في الحياة المهنية والعملية. أنا جيوفيزيائية التحقت بشركة أوكسيدنتال من 5 سنوات كانت هذه الفترة من الفترات المثمرة والمفيدة في حياتي المهنية والعملية. طبعاً كان لشركة أوكسيدنتال الفضل في تنمية مهاراتي العملية والوظيفية من خلال برامج التدريب اللي التحقت بها سواء خارج أو داخل السلطنة اللي كان من ضمنها برنامج بعثات العمل أو تبادل الخبرات الذي كان في الولايات المتحدة لمدة عام. هذا البرنامج ساعد على صقل مهاراتي العملية والوظيفية في مجال العمل والارتقاء بالسلم الوظيفي من خلال التعامل مع أشخاص لهم باع طويل في مجال العمل. تقوم الشركة سنوياً باستقبال عدد كبير من الطلبة الجامعيين لعمل التدريب الصيفي وفي آخر التدريب يقومون بعرض مشاريعهم لإدارة الشركة والموظفي الشركة وهي فرصة للطلاب لعرض أفكارهم واقتراحاتهم لتطوير العمل في مختلف المشاريع. اهتمام الشركة بالتدريب الطلاب الجامعيين يأتي من اعتبارهم كموظفين وليسوا كمتدربين بحيث نعطيهم المشاريع الحقيقية ونوفر لهم البيئة العمل المحفزة لكي يبدعوا ويستطيعوا أن يعطوا مقترحات ذات جدوى للشركة في نفس الوقت. كانت تجربتي ممتعة ولقد استفدت الكثير. جميع الموظفين في قسمي قدموا لي المساعدة ولقد توفرت جميع السبل لإنهاء مشروعي منها زيارة الحقل ولقد توفر لي الكثير من الدعم والتحفيز. في أوكسيدنتال لمست بيئة العمل المثالية وارتياح الموظفين بها. لقد أتاحت لي أوكسيدنتال أن أعرض مشروعي أمام عدة موظفين وخاصة رئيس الشركة. قد كان أمراً في غاية الروعة أن أعرض ما قمت به من جهود خلال فترة التدريب الصيفي في هذا المعرض. I was really impressed by the group of young Omanis that we had in our internship program. They are so advanced in their intellect, their ability to concisely describe the projects they were working on, and the value they added to the business. The presentations were very concise. They're quite adept at understanding, you know, fundamentally what needed to be done, how to organize their work, and how to present it to the top executives of the company. Very impressive group of people. Very encouraging for the future of Oman and for Occidental Oman.